بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله. في الـ atrial fibrillation طبعا موضوع الـ atrial fibrillation ده من الحاجات الـ very common، يعني شوفيها في أمريكا بتحصل في 2.2 مليون أمريكاني مصابين بيها. كل ما السن بيزيد طبعا كل ما بي إيه نسبة أو احتمالية حدوثها بتزيد. Common comorbidity in patient with valvular heart disease or heart failure. عادة ما بتيجي مع الناس اللي عندهم مشاكل في الصمامات أو مع الهارت فيلير، يمكن هي فيري كومن قوي مع الهارت فيلير. تمام؟ علشان كده مهم جدا نبقى عارفين إيه هي الريجيمين اللي مستخدمة لو أنا عندي عيان عنده إي إف زائد هارت فيلير. لو عيان عنده اي اف زائد هارت فيلير، تمام، ده مهم جدا ابقى عارف ايه التريتمنت اللي هستخدمه معاه. طيب يقول لك ان بعض العيانين مبقاش عندهم اعراض خالص، ماشي، و البعض التاني طبعا بيبقى فيه بقى البالبيتيشن، التشست بين، ديسنيا، فاتيج، لايت هيدنس، دي بعض الاعراض الاخرى اللي ممكن نقول تمام. اوكي، ادينا بس احنا ايه يعني علشان بس نعرف نكمل المحاضرة صارش انتربشن كتير. انتوا كده كده المحاضرة التسجيل بتاعها ما بيبقاش فيه ظاهر اي مشكلة من مشاكل الكونكشن. اوكي، طيب مهم ان احنا نبقى عارفين ان في درجات من الايه ال اي اف، في درجات من ال اي اف، في الباروكسيزمال وده صار له سيلف ترمينيشن، يعني بتحصل لخبطه في الريتم وبعد كده يقوم راجع تاني خلال 7 ايام. تمام، في البرزيستنت ده بيستمر اكتر من 7 ايام، وفي بقى البيرمننت اللي هو يوزد بات اربيتريك، يعني يعتبر بقى حاجه مستمره طول الوقت. وفي الريكارنت اللي هو يبقى تو اور مور ايبيزودز، يروح ويرجع تاني، يروح ويرجع تاني. طبعا ده شكل ال اي اف، شايفين طبعا الايه الشخبطه دي هي دي الاي اف. زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنبص على الكيو ار اس الاول، لقيناه تمام، بعد كده لو لقينا الويفز اللي هي بتاعه الاتريال متلخبطه في الغالب بتبقى المشكله دي ايه اتريال، مشكلة اتريال. ما دام الكيو ار اس موجود يبقى المشكلة دي ايه؟ اتريال. أول ما الكيو ار اس يبدأ يفلطح كده ويبقى شكله مش طبيعي يبقى أنا دخلت في فنتريكلر أريزميا. أول ما يختفي خالص ويبقى قريب من الايه؟ من الستريت لاين كده، في الحالة دي أنا بتكلم على فنتريكلر فايبريليشن. طيب احنا عندنا هنا في ثلاث حاجات بنشتغل عليها في علاج الاي اف. اعتقد كده يا جماعه المفروض ان الصوت يكون اكسلنت دلوقتي، مش كده؟ ها
المفروض دلوقتي الصوت يكون اكسلنت، لانه مدي عندي سيجنال عاليه. هو ده الطبيعي اصلا يعني. لو في بقى تقطيع يبقى ده من عند حضراتكم. اوكي طيب، زي ما قلنا احنا عندنا دلوقتي 3 اوبشنز بنعملهم في العلاج. اول حاجة ventricular rate control، ventricular rate control. لو rapid ventricular rate يبقى في الحالة دي لازم اعمل AV block. ليه؟ لان انا ببقى خايف ان الاتريال فايبريليشن تتنقل لتحت فتحول عندي الى ventricular fibrillation، تمام، او ventricular arrhythmia. الجول هارت ريت 60 ل 80 at rest من 90 ل 115 during exercise. يعني ايه؟ يعني انا لو انا عايز اعالج الريت، اظبط الريت قصدي، تمام، بخليه في الرينج ده من 60 ل 80 في الريست ومن 90 ل 115 في الاكسرسايز. ده الجول بتاعي. طيب يبقى ارجع تاني افكركم في الاي اف، احنا عندنا 3 حاجات بنستخدمه. الحاجه الاولانيه هي كنترول الاير ريت، الحاجة التانية كنترول الريتم، الحاجة التالتة الانتي كواجيوليشن. ماشي يا جماعة؟ يبقى اوكي احنا دلوقتي بنتكلم في كنترول الريت. ماشي؟ طيب اول اوبشن عندنا هو البيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز طبعا سيلكتيف بيتا 1 الافضل. طيب اللابيتالول اور كارفيدولول اف اديشنال الفا بلوكيد، لو انا عندي ضغط، ماشي، اور كوكين اكسبوجر زي ما قلناها قبل كده كتير. السوتالول اور البروبافينون اف ريتم كنترول از نيسيسري، تمام، لو انا محتاج كمان اظبط الريتم يبقى السوتالول والبروبافينون ده اسمه في السوق اصلا ريتمو نورم. اسمه ايه؟ ريتمو نورم. اوكي ماشي. وهنا effective for controlling exercise associated heart rate increases. اوكي بس طبعا احنا مش هنستخدم البيتا بلوكرز، مش هنستخدم البيتا بلوكرز مع الناس اللي هم الانستيبل او الناس اللي في لايف ثريتنينج هارت فيلير. اوكي لايف ثريتنينج هارت فيلير مش هنستخدمه في الحاله دي، نستخدمه في الستيبل بيشنت. طيب برضو من الاوبشنز اللي هنظبط بيها الريت كالسيوم تشانل بروكرز اللي هم نون دبين زي الفيرابامل والدلتيازين. طبعا افويد ان سيستوليك ديسفانكشن، ده امر منطقي. لو عيان عنده ازمه او سي او بي دي بيفضل ان احنا نستخدمهم عن الايه، عن البيتا بلوكرز. طبعا احنا قلنا قبل كده ان احنا ما بنستخدمهمش في الولف باركنسون وايت سيندروم، دي اتقالت قبل كده. طيب اخر حاجه عندنا الديجوكسين. ديجوكسين هو لوحده بيبقى ان افكتيف، كان بي انكلودد ان ريجيمن اف بيشنت هاز سيستوليك هارت فيلير. طيب avoid برضو impatient with Wolff-Parkinson-White syndrome.
الانتي كواجيوليشن، الانتي كواجيوليشن the average annual stroke rate is 5% per year without anticoagulation. شفتوا بقى؟ يعني الريت بتاع الستروك بيبقى 5% تمام في السنة من غير ما يبقى فيه anticoagulation. علشان كده احنا بيفضل عيان الاي اف انه يبقى on anticoagulant. اوكي طيب انا عندي هنا risk stratification and treatment determination based on the patient's medical history. هنا high risk factor, moderate risk factor, weak risk factors. هنا طبعا ال prior stroke, transient ischemic attack, embolus, mitral valve disease, prosthetic heart valve, كل الحاجات دي high risk factors تمام. ودي احنا بندي warfarin. في moderate risk factors بندي warfarin او aspirin. في weak بدي aspirin ماشي. لكن احنا طبعا عندنا ايه الجايد لاينز الجديده، هقول لكم بقى محتاجين ان احنا نعرف فيها الايه السكورينج اللي جاي ده. اللي هو الانتي ثرومبوتيك ثيرابي، الانتي thrombotic therapy. بصوا كده هنا اسمه شاد اس فاسك 2 سكور ماشي. شاد اس فاسك 2 سكور ماشي او شاد ديس فاسك زي ما انتوا عايزينه يعني. اوكي طيب هنا ريسك فاكتورز congestive heart failure او left ventricular ejection fraction اقل من 40% تمام، يبقى ده ياخد واحد ماشي. هايبرتنشن ياخد واحد، سن اكبر من او يساوي 75 ياخد اتنين، سكر واحد، ستروك، ترانزينت اسكيميك اتاك، ثرومبو امبوليزم يعني جاله جلطات قبل كده، ترانزينت اسكيميك اتاك تمام يعني جاله ايه قفله كده في الكرونرز تمام، بس ما كملتش معاه بجلطه ولا حاجه، مجرد ان الترانزينت سكيميك اتاك دي احنا بنعتبرها ريسك فاكتور عالي فبنديها اتنين، فاي واحده من دول بياخدوا اتنين. فاسكولار ديزيز زي رينويد ديزيز مثلا او فروست بايت، اي حاجه ارتيريال مثلا بريفرال ارتري ديزيز دي بنسميها فاسكولار ديزيز. الدوالي السن من 65 ل 74 هياخد واحد، لو هو في ميل، لو في ميل تبقى واحد كمان. اوكي طيب هنا بقى لو الشات 2 ديس 2 فاسك سكور بيساوي صفر ماشي، يبقى يفضل ان احنا تؤمت انتي ثرومبوتيك ثيرابي اند اسبرين، المفروض ما ياخدش حاجه، بس في بعض الناس بتفضل الايه ان احنا ممكن ندي اسبرين يعني. هنا لو الشات 2 ديس 2 فاسك سكور يساوي واحد، في الحالة دي no antithrombotic therapy oral anticoagulant or aspirin.
ماشي، بس maybe ان انا استخدم اسبرين maybe، لكن برضو لو ما استخدمتش حاجه محدش يقول لي ان في لوم عليا. طب انا بتكلم هنا استخدام الانتي كواجوليشن في الاتريال فايبريليشن، ها استخدام الانتي كواجولانت في الاتريال فايبريليشن. طيب هنا بقى لو السكور اكبر من او يساوي 2 هستخدم اورال انتي كواجولانت، ده لازم. يبقى تاني، يبقى شاتو ديستو فاسك سكور تقولوها زي ما انتوا عايزين يعني الطريقه اللي تريحكوا، المهم يعني هو ده سكورينج سيستم ده في هارت فيلير ضغط سن اكبر من 75 وفي تقسيمه ثانيه من 65 ل 74. تمام، علشان كده احنا بنقول شا 2 يعني بنقول مع الاي في ايدج بياخد 2 ماشي. ديس 2 جايه من الايه الستروك بياخد 2 برضو ماشي. طيب اهو شا 2 ديس 2 فاسك اوكي، بشوف الكيس واشوف الريسك فاكتورز بتاعتها اللي موجوده، فده السكورنج معتمد اوكي واللي احنا هنمشي عليه لان الجايد لاينز الجديده نازله بيه. ماشي يا جماعه اوكي، يعني ده جاست كده معلومات انفورميتيف بس، لكن اللي احنا هنمشي عليه هو ده اوكي، وانا ان شاء الله برفع لكم كل الايه الماتيريال دي على الجروب ماشي. طيب لو انا جيت قلت لكم عيان ليفت، خدوا مني الكيس دي كده، هم 60 سنة في ميل اوكي، الليفت فينتريكولر ايجكشن فراكشن عندها 50 بلاد بريشر 140/90 و هيموجلوبين A1C بيساوي 9%. حد يعرف يحسب الشا 2 ديس 2 فاسك سكور؟ 60 سنة في الايدج بعيدة مفيش ليها أي حاجة، في ميل يبقى تاخد واحدة. طيب الضغط 140/90، ده ضغط، الضغط عندنا كمان واحد يبقى كده 2. طيب الليفت فنتريكولار ريجكشن فراكشن، ها كنا بنقول ايه 50 مش تبعنا، يبقى مفيش فيه ايه مفيش فيه مشكله، يبقى احنا كده وصلنا الى الاثنين لغايه دلوقتي. هيموجلوبين اي 1 سي 9% يعني ده عندها السكر، السكر عندنا بياخد واحد يبقى 3. يبقى في الحاله دي لو هي عندها اتريال فايبريليشن ماست تيك اورال انتي كواجلانت، اللي هو في الحاله دي ايه الوارفرين طبعا، دي ماست تيك وارفرين. ماشي يا جماعه اوكي. ماشي تعالوا هنا بقى هنشوف بعض الدراجز اللي احنا بنستخدمهم في كانتي كواجلنت غير الوارفرين. طبعا الوارفرين ذا بيست اوبشن بالنسبه للعلاج اوكي، والوارفرين التارجت زي ما احنا عارفين ان بيبقى من 2 ل 3. الوارفرين الاي ان ار بتاعنا بيبقى
التارجت بتاعه من 2 ل 3 اوكي ماشي، يعني نقول مثلا 2.5 الا لو هو مركب بروستاتيك فالف، بروستاتيك ميترال فالف، الحاله دي يبقى بنرفعه شويه. طيب الاي ان ار، الاي ان ار بتاع الوارفرين معروف ان هو لو زاد يبقى معناه ان انا داخل في بليدنج، ولو قل على 2.5 دي او الاثنين يبقى انا داخل في كواجوليشن، خاصة لو هو ماشي على الوارفرين بقاله فترة، او العيان ماشي على الوارفرين بقاله فترة. احنا بقى بنظبط الدوز بتاعت الوارفرين بالويكلي، ويكلي دوز اوكي، ناخد الويكلي دوز دي ونشوف لو هو الماريفان ده او الاي ان ار، الاي ان ار عاليه يبقى انا المفروض فريزن وزن مثلا من 10 ل 20% بنزل الدوز علشان اظبط الايه الاي ان ار تمام. والعكس لو الاي ان ار نازله برضو بعمل ايه 10 ل 20% من الويكلي دوز برضو بزودها علشان ارفع الدوز. يعني ايه الكلام ده؟ مثال لو انا عندي عيان بياخد 5 ملي بير دي، الحاجات دي هتبقى محتاجة يعني كيسز كتير عشان تتدربوا عليها وتبقى فاميليار بالنسبة لكم. يعني لو انا عندي واحد بياخد 5 ملي بير دي من الورف، يبقى دي الويكلي، ويكلي دوز هتساوي كام؟ 5 × 7 35 ماشي. طيب لو جه هو لقى الاي ان ار بتاعه، الاي ان ار بيساوي 4 ماشي، او الاي ان ار يساوي 4 في الحاله دي، قالك ان احنا اراوند ال 10% بنحسب ال 10% من الايه، ال 10% من الويكلي دوز، ال 10% دي اللي هي من ال 35 وازودها، ازودها على ايه ال 35 تمام، واقسمها على 7 يطلع لي الديلي دوز تمام. لو انا عايز ازود الجرعة، لكن انا في الحالة دي انا عايز اقلل الجرعة، فهشوف ال 10% دي كام واطرحها من ال 35 واشوف التوتال، يبقى يعني 10% اللي هي المفروض هتبقى كام؟ 3.5 ماشي، يبقى ال 35 دي، ال 35 هطرحها من ناقص 3.5، يبقى انا عندي 35 ناقص 3.5 هيساوي 32.5 ماشي، هقسمهم على 7 والرقم اللي يطلع ده هيبقى الديلي دوز، فخلاص كده العيال مش هيبقى بياخد 5، هيبقى بياخد اقل من الخمسة. ليه؟ لان الدوز اللي هي الخمسة وصلتنا الاي ان ار عالية، فانا عايز انزل الاي ان ار لتحت. وصلت تمام ماشي اوكي. برضو دي لو انتوا عايزين، لو حد عايز يعني يسالني فيها بشكل يعني مباشر في اي وقت، انا طبعا قلنا ان احنا عايزين نتقابل اكتر من مره، بس مش عارف الزملاء، يمكن حتى انا رحت المنزله مخصوص علشان حتى لو في حد عايز يسال، بس يعني كانش في غير الدكتوره عناد بس اللي موجوده. طيب عموما
احنا كده كده هنحل كيسز مع بعض والامور دي هتبقى اكثر اتضاحا بالتدريب عليه. احنا عندنا الاوبشنز اللي ممكن نستخدمها غير الورف، ممكن تكون ايه؟ ذا بيجاتران ده يعتبر ابن عم الايه؟ ابن عم الورف. ماشي؟ طيب دايركت ثرومبين انهبيتور استخدمه فين بقى؟ reduce the risk of stroke and systemic embolism in patient with non-valvular atrial fibrillation. يبقى بيقلل risk of stroke and systemic embolism in patient with non-valvular atrial fibrillation. يبقى ما ينفعش يكون مع الدابيجاتران واحد عنده valvular disease، يعني عنده صمامات بايظة. ماشي؟ ده لازم استبعد سبب الفالفلر. لو فالفلر ما عنديش حل تاني غير الايه؟ الوارفرين. طيب الدوز دي مهمة جدا في حالة الكرياتينين كليرنس. طب من 30 ماشي، يبقى انا بدل 150 ملي جرام مرتين بسندار. طيب لو اقل من ال 30 يبقى بدي نص الدوز، يبقى الكرياتينين كليرنس لو الكرياتينين كليرنس اقل من ال 30 في الحاله دي انا بنزل الدوز للنص، بدي 75. اوكي؟ طيب احنا بنستخدم الدابيجاتران فين؟ طبعا بنشوف البيشنت at least one additional risk factor for stroke ان يبقى في benefit from treatment with the dabigatran versus warfarin. اوكي؟ طيب طبعا موضوع التوايس ديلي دوزنج دي في بعض العيانين ممكن ما يقدروش تو ادابت عليها. اوكي؟ وبرضو فكرة الروتين مونيتورينج للاي ان ار والبيشنت بريفيرنس اند الكوست، الحاجات دي كلها بتخليني اشوف اذا كنت هختار ان انا ادي الوارفرين ولا استخدم البديل بتاعه الدابيجاتران بيزد على التكلفة، بيزد على الاي ان ار، بيزد على التوايس ديلي دوزنج، يعني نفرق ما بين ده وبين ده. طيب ناخد بالنا ان الدابيجاتران بيعمل دراج انتر اكشن مع البي جلايكوبروتين انديوسرز ومع البروتون بامب انهبيتور والاتش 2 بلوكرز و ماشي يعني، لكن مفيش في حاجه ايفيدنس قوي بتؤكد هذا الكلام. اوكي، لكن مع البي جلايكوبروتين انديوسرز ماشي ريفامبسين اوكي شود بي افويدد. طيب in patient with atrial fibrillation at risk of stroke both doses of the dabigatran compared with warfarin. قارنا ده مع ده. تمام؟ فبرضو الترايل دي ما ادتلناش بنفيت كبير ما بين الوارفرين والدابيجاتران. يعني هما مور اور ليس مسألة سيتويشنال، بتختلف حسب زي ما قلنا استخدام الجرعة مرتين في اليوم
وفي نفس الوقت كمان ايه القصة بتاعت المونيتورينج بتاع الاي نور. طيب الريتم كنترول، طبعا يحتاج ان احنا عشان نشوف الاتريال فايبريليشن نشوف الريتم ده عشان نعمل له كنترول، فاحنا عندنا له اكتر من طريقه. يا اما بستخدم الالكترو كارنت كارديوفيرجن، او بستخدم الميديكيشن الادويه، او بستخدم الكاثيتر ابليشن. اوكي تمام بس كده فاضل عندنا بقى في موضوع بس هقول لكم عليه في الجايد لاينز بتاعت الديسليبيديميا، حاجه في الجايد لاينز بتاعت الديسليبيديميا واختم بيها كلامنا النهارده. ماشي يا جماعه، يبقى احنا عندنا انا عملت بس عملت ريفرش، عندنا موضوع الديس ليبيديميا ماشي، ده اخر حاجة اقولها لكم النهاردة، وبقى احنا كده خلصنا الكارديو، وهيبقى في الريفيجن بقى هنتعرض لبعض النوتس اللي هي شوية ممكن تكون مش واضحة النهاردة. ديسليبيديميا، وانا انصحكم في موضوع الديسليبيديميا ده تحديدا ان احنا نرجع في فيديو انا عامله كده ومسجله، الفيديو ده بيشرح الجايد لاينز دي بشكل مبسط جدا. طيب احنا عندنا في الديسليبيديميا البرايمري ريكومنديشن، اول حاجه بنعمل لايف ستايل موديفيكيشن، ان احنا بندي ستاتين ثيرابي فور سكندري اند برايمري بريفنشن ات مودريت تو هاي انتنسيتي دوز ان سبيسيفيك benefit group. اوكي ماشي. عموما انا حاسس ان في مشاكل في الكونكشن النهارده مش عجباني، اكتفي بهذا القدر خلاص.
ونكمل الأسبوع الجاي مع المراجعة. ماشي يا جماعة؟